برأس السنة الميلادية، لكن في جورجيا بيتم الاحتفال برأس السنة مرتين. لا تستغربوا، عن جد بيحتفلوا مرتين، بس شو السبب؟ معقول يكون في رأسين لسنة جورجيا؟ تعالوا نشوف. القديمة أو تقويم جوليان أو يوليان كما يقال هو تقويم روماني فرضه يوليوس قيصر عام 46 قبل الميلاد. يحاكي هذا التقويم السنة الشمسية، إذ يتكون من 365 يوما والربع مقسمة على 12 شهرا. وقد استمر استخدام هذا التقويم في الكنائس الأرثوذكسية حتى يومنا هذا، ومنها الكنيسة الأرثوذكسية في جورجيا. وقد جرت العادة على الاحتفال برأس السنة القديمة في 14 من شهر يناير كانون الثاني من كل عام. طبعا هاي الشجرة راح تضل هيك لغاية 14 يناير اللي هو بيصادف رأس السنة القديمة في جورجيا.